السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ كلشي بخير؟ تنتمنوا تكونوا بخير وعلى خير. تنشكروا الجاليه المغربيه اللي خارج الديار، تنشكرهم بزاف بزاف. تنشكروا خوتنا المغاربه اللي داخل الديار، تنشكرهم بزاف بزاف. تنشكروا خوتنا الجزائريين، تنقول لهم مرحبا بكم، وحنا خوت خاوه خاوه، ما كايناش العداوه. خوتي، من هذا المنبر غنطرقوا لواحد الموضوع تيخص الناس اللي محتاجه والناس صحاب الدعم، ناس ديال الدعم، ناس اللي مستافدوش من الدفعة الثالثة، هما اللي خاصهم ينتبهوا معنا في هاد لا فيديو، وخاصهم يطلقوا ودنيهم باش يمشيو بالاجراءات كما هي، وما يتغافلوش باش ما يضيعوش راسهم في الدفعة الثالثة، لان الدفعة الثالثة عندها واحد المدة وغتحبس. الدفعة الثالثة قلت لكم عندها واحد المدة وغتحبس، والاجراءات هما كما كانوا الاجراءات ان شاء الله، لان الدوله خدات الاحتياطات ديالها، خدات التدابير ديالها، خدات المسائل ديالها، لان الان دابا انطلقت في الدفعه الثالثه. الدفعه الثالثه ان شاء الله جابتها تقريبا مع العيد الكبير، حتى الناس محتاجين هذيك الامانه، محتاجين بزاف د الحوايج باش حتى هما يفرحوا وينشطوا، واخا ماشي بزاف، ولكن اللي جات من عند الله مرحبا بها، اللي جات من عند الله مرحبا بها، لان الناس كانوا حابسين من العمل، كانوا حابسين من العمل كما قلت لكم اخوتي، اللي تيتسالوا الكرا، اللي تيتسالوا بزاف د الحوايج، تيتسالوا من الحانوت، تيتسالوا هذا. الله يحسن العوان كل واحد ومسكين والمطرقه اللي نازله عليه، الله يحسن عوانه، ما يحس بالمزود اللي مكوي به، كما تنقولوا بالدارجه ديالنا باللغه العربيه ديالنا وبالدارجه ديالنا. قلت لكم اخوتي لهذا الموضوع غنطرقوا للدفعه الثالثه، الناس ديال صحاب الدعم، صحاب الراميد، صحاب بزاف الحوايج، صحاب الناس اللي كانوا مريحين من الخدمه، بزاف الحوايج. غنطرقوا لهذا الموضوع. قلت لكم اخوتي اي غدا الاربعاء، تصنتوا معايا، غدا الاربعاء ماشي اليوم الثلاثاء، غدا الاربعاء غتواصلوا مع الناس في ميساج، غديروا 12 12 وتصيفطوا ليهم كما صيفطتوا ليهم في الدفعه الاولى والدفعه الثانيه، واللي استفاد من الدفعه الاولى واستفاد من الدفعه الثانيه غيستافد من الدفعه الثالثه هي هذه، واللي ما كان مستافد من حتى شي دفعه ما غيستافدش. اخوتي تنقول له يا اسفاه. قلت لكم اخوتي 12 12 وتصيفطوا نيميرو لاكارت ديالكم في 12 12، وغيوصلكم الاجراءات ديالكم، يوصلكم هذيك الرزيق ان شاء الله بحول الله، قبل من العواشر غيوصلكم الرزيق ديالكم. قلت لكم اخوتي غتصيفطوا في ميساج 12 12، والشخص اللي صنطو، الشخص اللي سافد واللي في الدار، هو اللي صيفط نهار الاول من تليفونه 12 12 وصيفط نيميرو لاكارت، فهاداك الشخص هو اللي غيمكن ليه يصيفط فهاديك النمره نيت، ميمكنش تصيفط شي نمره اخرى، تصيفط فهاديك النمره نيت باش يعرفوك راه انت هو اللي المستفيد، باش يعرفوك راه انت اللي صيفطتي نهار الاول وصيفطتي نهار الثاني وغتصيفط نهار الثالث، باش يعرفوك راه انت اللي غتستافد. عندك يمشي شي واحد اخر يصيفط في شي نمره اخرى ولا شي حاجه، اللي صيفط نهار الاول الام ولا الاب، واحد فيهم اللي باقي في الحياه، واحد فيهم اللي مكلف، واللي صيفط في الدفعه الاولى واللي صيفط في الدفعه الثانيه واللي صيفط في الدفعه الثالثه 12 12، لان غدا الاربعاء غتبدا انطلاقه الدفعه الثالثه، غدا الاربعاء اخوتي، وغتسالي يوم الجمعه، غتسالي يوم الجمعه، نهار الجمعه غتسالي، كاينه واحد المده قصيره وغتحبس، لان خاص الناس من غدا تبدا تسجل، لان غيكون واحد شغنقول لكم اخوتي، غتكون واحد الاكتظاظ، غيكون ان شاء الله تكون الشبكه عامره وقيله بزاف الحوايج اللي غيكونوا، الناس بدات تسجل، ماشي بنادم يبقى انسان يبقى ناعس ولا ما صيفطش، شال من مور الجمعه عاد باغي يصيفط يقولك حق انا ما توصلتش، حق انا ما عطاونيش، حق هادي. لا، غدا الاربعاء بدا تصيفط 12 12، والناس ديال الاداره ديال صحاب التغطيه
غيتستقبلوا الميساجات ديالكم وكل شيء، ماشي تبقاو ناسين حتى شايفوا الفوت عاد تقولوا حق ما استفدناش حق هادي. واش نطالب بالناس اللي ما عارفاش مساكن واللي ما اللي كل واحد والله يحسن العوان، اي واحد عارف يقول اللي ما عارفش، يقول اللي ما عارفش باش ناس توعى وناس تعرف. كاين ناس مساكن اللي ما عارفينش، خاصنا نوعيهم ونوريهم، نقولوا لهم راه ان الدفعه الثالثه راه غتبدا من غدا، اقارب وداك الشيء كل واحد الشيء يتصل بشي باش المساعده مزيانه، المساعده مزيانه لان الناس محتاجين هاد فليسات، محتاجين هاد الرزيق، لان بزاف الحوايج مساكن كاين باغي مساكن اللي يزيد عليها باش يعيط، كاين اللي باغي يزيد عليها باش يخلص الكرا، كاين اللي باغي يزيد عليها باش يخلص الحانوت، كاين اللي باغي يزيد عليها باش يدوز لوليداتو، كل واحد الله يحسن العوان. حتى شي واحد ما نقولو راه صافي شبع، حتى شي واحد ما تيقول انا شبعت، كلشي محتاج، كلشي محتاج، لان الناس كانت حابسه من العمل بزاف د الحوايج. لهذا خوتي تنقول لكم تستافدوا وديروا 12 يوم الاربعاء باش تستافدوا من الدفعه الثالثه، ورا الاجراءات راه هما هما كيما مشيتو خديتوهم في الاول، وكيف ما قالوا لكم الناس التعليمات نهار الاول غطبقوا نفس التعليمات وغطبقوا نفس الشروط اللي تشرطت عليكم نهار الاول، وحتى شي حاجه راه ما تبدلاتش باش بنادم بلا ما يتستغفل ويقول لك حقا راه يدوخ ولا شي حاجه، وشنو كاين الجديد وشنو كاين الجديد. الجديد هو غتستافد من الدفعه الثالثه، ما نقص مازال غير الدفعه الثالثه راه غتستافد منها حاليا يوم الاربعاء، نهار الاربعاء غتصيفط وغيحبس، غيحبسوا الميساجات وغتحبس نهار الجمعه، نهار الجمعه صافي سالينا سدينا، اللي ما جاش في الميعاد لا تقبل منه اي شكايه، لان الناس تلقات في التلفزيون في الاخبار في الراديو في الانترنت كل شيء سايق الاخبار هاد الساعه، وحنا بدورنا كقنوات تنوضوا تنبهوا الناس اللي ما عارفاش مسكينه، تنقولوا لهم الله يحسن العوان، نطالقوا في الاستفاده ديالكم باش ما تضيعوش، لان الدفعه الثالثه راه غتبدا. هادشي اللي غنقول لكم اخوتي، وشكرا لكم. ودابا غنهضروا على واحد الحاجه زوينه بزاف 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 وتيبغيوها جميع المسلمين، والحياه غترجع وبزاف الحوايج المساجد، يا الله مساجد، شكون اللي ما توحش المسجد، شكون اللي ما توحش المسجد، شكون اللي ما توحش الصلاه في المسجد، شكون اللي ما توحش يصلي في المسجد ويصلي به الايمان ديال الجامع، شكون اللي ما توحش يوم الجمعه، يا الله شحال زوينه الجمعه، شحال زوينه وتصلي في الجامع شحال زوينه. لهذا الدوله دارت المبادره ديال انطلاق المساجد، ولكن بشروط بتدابير، ونحتارموا التدابير ونحتارموا الشروط، لان هادشي اللي في الصالح ديالنا حنا في الصالح ديالنا، هادشي ماشي في الصالح ديال شي واحد، في صالح المواطن، باش انا نبقى بخير واللي حدايا يبقى بخير واللي حدايا منك يبقى بخير وكلشي يبقى بخير، لان كلنا خصنا السلامه، السلامه، ونحتارموا الشروط اللي موضوعه امام المسجد، تعقيمات بزاف الحوايج، تكون عندك الكمامة ديالك، بزاف الحوايج تحتارموها اخوتي، المسافة ما بين الشخص احترموها بزاف، بزاف الحوايج خاصنا نحتارموهم، حتى هاد الوباء ان شاء الله تي يبعد منا ان شاء الله، بجهد الله غيبعد علينا، اللي احترمنا الشروط واحترمنا اي حاجة وضعوها الناس المسؤولة، والا خاصنا نحتارموها، الا خاصنا نحتارموها، لان داكشي في الصالح ديالنا، في الصالح ديالنا، لان الحياه راه بدات تترجع اخوتي بشويه 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 بشويه. شحال توحشنا الجامع، راه دابا راه داخلين في 4 شهور ولا ما عرفتش شهر،
العيالات مساكن شحال توحشوا تما المسجد وتوحشوا بزاف د الحوايج بزاف اللي توحشنا. لهذا اخوتي تنطلب منكم وتنطلب منكم الاكتضاد ما كاينش. بنادم انسان انسان احترم الشروط احترم بزاف د الحوايج لانك قال لك احترم تحترم اللي احترمتي غيحترموك الناس. اللي طبقتي المعايير ديال الشروط والله اخويا ما غتقاص والله اختي ما غتقاسي. سمعتو اللي احترم المعايير ديال الشروط اللي موفره عليه الدوله واللي حطها الدوله. حنا حتى شي حاجه ما صعيبه علينا حتى شي حاجه. غندخلوا كاي تو الناس غنلقاو المعقم حدانا غنديروا المعقم ديالنا غنديروا الكمامه ديالنا غناخذوا مسافه الامان ما بيني وبين الشخص اللي حدايا. الحمد لله وكنا غنصليو كنا غنحطوا راسنا القبلة كنا غنقولوا الله اكبر الله اكبر على نعمه الله كنا غنقولوا الله اكبر على نعمه الله لان هذه نعمه من عند الله. عرفتي شنو تحلوا المساجد يا الله يا الله تترجع الروح تترجع الحياه يا خوتي. شحال زوين المسجد شحال زوينه ديك كلمه الله اكبر شحال زوينه الاذان تينادينا باش نمشيو نصليو في المساجد. لهذا خوتي لهذا تنبهكم اخوتي نحتارمو الشروط نحتارمو القوانين نحتارمو المسافة الامان في صالح ديالنا حنا في صالحنا وفي صالح الناس اللي حدانا باش ما ناديوهمش وما ياديوناش. نحتارمو بزاف الحوايج لان ما عرفناش الوباء منين تيجي لان اللي احترمتي وطبقتي التعليمات والله اخويا والله اختي والله اخويا ما غتقاصوا حتى غتكونوا بخير. والاكتضاد ما بغيناش اخوتي مسافه الامان كل واحد يشد بلايصو وكل واحد يصلي داكشي اللي قسم ليه الله كل واحد يمشي للمنزل ديالو في الطريق ديالو وكلشي غيدوز ان شاء الله. واش غنقول لكم اخوتي وتنشكركم من هذا المنبر وتنقول الجاليه المغربيه اللي خارج الديار مرحبا بكم. وتنطلبوا من الدوله تشوف من حالكم في هذه القوانين اللي طبقوا عليكم تشوف تساعد معكم الدوله لانكم نتوما محتاجين تدخلوا لبلادكم. تنطلبوا من الدوله تساعد معكم لان الشروط عليكم وعلى الدوله لان هذا الشيء مصلحتكم ومصلحه الدوله. اللي تساعدت معنا الدوله غنكونوا كنا بخير وكنا غنجيو لبلادنا باش نشوفوا بلادنا الام. تنطلب من الدوله تنادي الدوله بانها تشوف من حال الجاليه المغربيه اللي خارج الديار لانهم هما توحشوا بلادهم وتوحشوا بزاف الحوايج لاننا حنا خصنا نتساعدوا مع الجاليه المغربيه كمغاربة باش يدخلوا الوطن ديالهم وطن ديالهم الام اللي تيتوحشوا بزاف سنين هما غابرين علينا سنين هما غابرين على وليداتهم وعلى ولادهم وعلى والديهم. ودابا باش يرجعوا خصنا نتساعدوا معاهم ما نتقلوش عليهم في البي ما نتقلوش عليهم في التحاليل ديال هادشي ديال الوباء ما نتقلوش عليهم بزاف د الحوايج. نتساعدوا معاهم المواطن راه يعطي شويه والدوله تكمل من عندها وكل شيء اخوتي لان هاد الناس حتى هما راه اش غنقول لكم اخوتي كانوا في الحجر الصحي كانوا حابسين من الخدمه بزاف د الحوايج. العالم كان دار به الازمه لان ماشي كالاعوام الاخرى ما تنقولوا شويه تكون مرحفه تكون شويه مطلوقه لان الناس تعاني الناس عانات معاناه الناس كانت غمريحه. لهذا تنشكروا الجهات المسؤولة باش تاخذ كل الإجراءات وكل التدابير وكل المساعدة في خوتنا اللي خارج الوطن اللي تنقولوا لهم مرحبا بكم من هذا المنبر. وتنشكروا كل كبير وصغير وتنشكروا خوتنا الجزائريين حنا تنقول لهم خاوة خوتنا الجزائريين على راسنا وعينينا. تنقول لكم تشرفتوا قناة هشام أبو ريان تنشكركم من هذا المنبر وتهلاو في راسكم اخوتي.